السلام عليكم أبنائي وبنات طلبة وطلبات الصف الثالث ثانوي. اليوم نتكلم عن آخر موضوع في الباب الثالث اللي هو حاصل الإذابة لملح شحيح الذوبان في مية. عايز أشوف إيه هو حاصل الإذابة لملح شحيح الذوبان في المية. ألف الأول في تعريفين نزلوا جداد في الكتاب الجديد. واحد بيتكلم على إيه هو المحلول المشبع. أول ما أقول لطالب إيه هو المحلول المشبع على طول، محلول لا يقبل إضافة المزيد من المادة المذابة. اقول ده بتاع ايه؟ اولى ثانوي، ثالثه اعدادي، الى اخره. في السنه دي في نازل مفهوم ليه، قال لك محلول تكون فيه الماده المذابه في حاله اتزان ديناميكي مع الماده الغير مذابه. محلول تكون فيه الماده المذابه في حاله اتزان ديناميكي مع الماده الغير ايه؟ غير مذابه. طيب قال طيب ايه هو بقى الحاصل ايون الميه؟ ايه هو حاصل الاذابه قصدي؟ ايه هو حاصل ايه؟ الاذابه لملح شحيح الذوبان في الميه. هو اللي حاصل الذابة لملح شحيح الذوبان في المية هو حاصل ضرب تركيز أيوناته. حاصل ضرب تركيز إيه؟ أيوناته بواحد مول لكل لتر. كل واحد في الأيونات دي مرفوع الأس يساوي عدد الأيونات في المعادلة الموزونة في المحلول المشبع. يبقى هو حاصل ضرب تركيز أيوناته مقدرة بالمول على لتر، كل منها مرفوع الأس بيساوي عدد الأيونات في عدد مولات الأيونات في المحلول المشبع الموجود عندي. قال طيب عايزين نشوف بقى مسائله بتيجي ازاي. لحد ما مسائله فيها نوع من المرونه شويه، يمكن في الكتاب ما كانش كاتب زمان امثله كتيره، لكن الكتاب الجديد كاتب امثله كويسه. طيب ايه بقى حالات حاصل الاذابه؟ قال لي اول حاله عندنا يجيب لك، يقول لك ايه؟ ملح كلوريد الرصاص، ملح بي بي سي ال 2. ماله الملح دوت؟ قال لي هذا الملح شحيح الذوبان في الميه، شحيح الذوبان في الماء. طب المطلوب احسب حاصل الاذابه. حاصل الاذابه رمزه كي اس بي، عايز احسبه. خلاص؟ طب ايه المعلومه اللي مديهاني؟ اذا علمت ان تركيز ايون الرصاص برقم 1.6 في 10 أس سالب 2 مولار. ده السؤال. طيب نجاوب السؤال ازاي؟ قال لي أول حاجة بكتب معادلة تأين هذا الملح شحيح الذوبان. اسمه إيه؟ بي بي سي ال 2. هذا الملح الصلب شحيح الذوبان يتأين جزء ضئيل منه إلى أيونات رصاص موجبة وأيونات كلور سالبة. قال لي يا مستر في اتنين هنا ما كتبتهاش ليه؟ أقول له خلي بالك بقى. الاتنين دي تحت مين؟ تحت كلور. فاكرين يا أولاد لما كنا نكتب معادلة أيونية؟ فكنت أقول له إيه؟ أسهل حاجة الرقم ده تحت الكلور. فيتكتب قبل الكلور حيث يمثل عدد اللي اشترك منه، ويتحط فوق التاني حيث يمثل تكافؤ العنصر الآخر. اذا بالتالي الاثنين دي تحت الكلور تتحط قبليه تمثل عدد المولات المشاركه منه او الايونات المشاركه منه، وتحط فوق الثاني تمثل تكافؤ. طيب طبعا بيكون ايونات في صوره محاليل اي كيو. اشغل المساله ازاي بقى؟ اقول له طيب القانون بتاعك ايه؟ اقول له كي اس بي بيساوي حاصل ضرب تركيز الايونات الناتجه. اقول له كده التركيز ده بي بي موجب 2 في تركيز اس ال سالب. قال لي يا مستر في 2. اقول له اه. ما قال لك ايه بقى؟ كل مرفوع الاس يساوي عدد ايه؟ ايوناته. فحطينا كام؟ اس 2. صعب الكلام ده كده؟ يبقى هنا بحط في قانون واعوض عنه. اجي هنا بقى اشتغل. السؤال بتاعنا هنا هو مدين تركيز الرصاص بكام؟ قال لي بواحد وستة من عشرة في عشر أس سالب 2. أجيب تركيز اللي جنبه إزاي؟ نفس الرقم هو واحد وستة من عشرة في عشر أس سالب كام؟ 2 مضروبة في الرقم مكتوب هنا. يبقى الرقم اللي هيديني تركيز واحد فيهم لو التاني زيه بكتب نفس الرقم، لو في مضروب في رقم بضرب في الرقم دوت. ثم أجي أعوض هنا بقى. اعوض هنا اقول له ايه؟ بيساوي 1.6 في 10 اس سالب 2 اللي بتاعت الرصاص مضروبه فيه
2 في 1.6 من 10 في 10 أس سالب 2 الكل تربيع. أضرب بالآلة وطلع الناتج بتاعي. يبقى كل اللي عملته اداني تركيز أحد المتفاعلات أحد النواتج. رحت معوض عنه بنفس الرقم هنا بس مضروب الرقم المكتوب من عدد المولات الإيه؟ المتكونة عنده. ثم بعد ذلك بعوض في القانون الرئيسي وألاحظ إن الرقم ده اللي هو الاتنين ده اتضرب جوه القوس واترفع أس برضه فوق القوس. ده بالنسبة للسؤال دوت، وأعتقد كده السؤال بقى بسيط. طيب جه سؤال تاني في 2015 جاب لهم المسألة دي أو السؤال دوت، قال لهم احسب حاصل الإجابة، احسب حاصل الإجابة لملح اسمه كلوريد الفضة، كلوريد الفضة شاحن الذوبان برضو، إذا كانت درجة ذوبانه، إذا كانت درجة ذوبانه بتساوي 1/10 أس سالب 5 ولا طبعا. طب أعمل إيه في السؤال ده؟ والله ولا حاجة، تعالى بس أكتب المعادلة الأول. كلوريد الفضة رمزه AgCl فيدينا Ag موجب زائد Cl سالب. ده طبعا دايما صلب لأنه مش حاسس ذوبان في مية، ودول دايما محاليين عشان كده بقول ايه حذر تركيز عيناته بس. يبقى هو مديني درجة الإذابة، مديني درجة الذوبان، درجة ايه؟ فاجي عند درجة الذوبان هنا وراح اكتب له هنا ايه؟ ده بيساوي 1/10 أس سالب 5. درجة الذوبان دي بتاعت الملح ده هيتفكك لمين؟ لنفس الرقم هنا 1/10 لـ5، وهنا 1/10 برضه أس سالب كام؟ 5. إذا ده نفس الأرقام. طبعا لو في رقم هنا كنت هضرب فيه. ما فيش ارقام الحمد لله فخلاص. اول بقى كي اس بي بيساوي ايه؟ حاصل الذوبان بيساوي ايه؟ حاصل ضرب تركيز الايونات الناتجه كل مرفوع الاس يساوي عدد مولات الايونات في المعادله بتاعتي في سي ال سالب. في الحاله دي اقول له بيساوي تحت تساوي 1/10 اس سالب 5 في 1/10 اس سالب 5، ممكن احطها بين قوسين كده عشان ايه؟ لو لبط بيطلع طبعا عندي 1/10 اس سالب 10. اذا بالتالي مساله حاصل الذوبان لو اداني درجه ذوبانيه سهله جدا. طبعا لو في هنا 2 مثلا زي المثال اللي فات كنت احط هنا 2 واضرب الرقم ده في 2 ونشتغل عادي وارفع اس 2 نفس الكلام هو هو. طيب الطلب الثالث بقى اللي هو صعب، اصعب حالات المثال دي اللي هو يعمل ايه بقى؟ يقول لي ده انا عايز درجه الذوبان، عايز درجه ايه؟ الذوبان. فجاب لي سؤال يقول لي ايه؟ احسب درجه ذوبان كليه فضه. احسب درجه ذوبان كلوريد الفضة. احسب درجة ذوبان كلوريد الفضة. في لتر من الماء إذا كان حاصل الإذابة، إذا كان حاصل الإذابة مدينا قيمته كام حاصل الإذابة؟ 1/7/8، 1/7/8 في 10 أس سالب 10. عايز هو درجة ذوبان ومديني الثابت، مديني حاصل الإذابة، مديني هو حاصل إيه؟ يبقى الحاجة الثالثة لو عايز لو هو مديك حاصل الإذابة وعايز درجة ذوبان. صعبة شوية لكن إحنا نتعامل معاها إن شاء الله. كلية فضة لسه عاملين المعادلة من شوية AgCl راسب بيدينا Ag موجب محلول زائد Cl سالب برضه محلول. طيب درجة الإذابة بجيبها إزاي؟ هفرض الناتج ده تركيزه اكس او درجة ذوبان اكس، فتركيز ده برضو ايه؟ هيبقى اكس، وتركيز ده برضو ايه؟ هيبقى نفس اكس. طبعا لو في رقم كنت احط 2 اكس مفيش مشكلة واربع وكلام ده مفيش مشكلة خالص. يبقى هنا واحد فحطيت اكس واحدة، هنا واحد برضو اكس ايه؟ واحدة. اقول طيب الكي اس بي بتساوي ايه؟ حصدر تركيز الايونات الناتجة، يبقى اي جي موجب مضروبة في سي ال سالب. التركيز ده قال الرقم ده بيساوي 1/78/100 في 10 أس سالب 10. في 10 سالب كام؟ 10. بيساوي اكس مضروبه في اكس. يعني بيساوي اكس تربيع. يعني ممكن بقول له اكس بيساوي جذر الرقم دوت اللي هو 1/78 في 10 أس سالب 10.
اذا بالتالي بعوض بالقانون ده بالاله بيطلع لي الحسبان. موضوع سهل جدا جدا. وبكده احنا ولاد اخلصنا اصعب انواع مسائل الباب الثالث اللي هو الزن الكيميائي. ودي نتمنى لكم التوفيق فيها ان شاء الله، ونراكم قريبا في الباب الرابع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.